وابو اللي في بطني، يعني ليا فيه زيك ويمكن اكتر. من ساعه ما قربتي منه ما شفناش غير الخراب والمشاكل. بس يا شيخه جبروت، الراجل مرمي جوه اوضتي مش فارق معاكي، وعماله تظلمي فيا وفيه. عارف انك مالكيش نفس تاكلي، بس عشان خاطر امين ولا انت عاوزه تقعي من طولك وترقدي جنبه؟ يا ريت، بطلبها من ربنا طول الوقت ارقد مكانه وهو يقوم بالسلامه.